في متحف قومي في الشارقة، في عدة بلاد عربية يعني اللي هم طبعا كانوا أقل مننا، أو يعني في الفترة دي ما كانش عندهم يعني هذا الكم الهائل من السيارات الكلاسيكية، إنما خدوا خطة كويسة وأصبح عندهم عدة متاحف في بلادهم يعني. فإحنا ماشيين الحقيقة في الخطوة دي، وكلنا مجموعة يعني من أعضاء النادي للسيارات، ما لناش أي أهداف تجارية، إن يعني يعني لما بنقتني الحاجات دي وبنعمل على تجريدها واعادتها للحاله الاصليه اللي كانت عليها بنفس المواصفات يعني الانترناشونال ستاندردز يوم خروجها من المصنع، طبعا بتستغرق يعني فتره زمنيه طويله جدا جدا عشان تعمل عربيه واحده زي ما حضرتك شايف يعني الحالات اللي قدامنا. التكاليف طبعا بيبقى عنصر مهم الحقيقه، كلنا شغالين بالجهود الذاتيه وما عندناش اي اهداف تجاريه من اللي بنعمله ده، والمعرض ده معرض بس، ده طبعا زي ما حضرتك شايف الجناح بتاع نادي السيارات فقط لعرض السيارات، ويعني من خلال تقدير الناس اللي بتيجي واعجاب الناس ده اللي هو يعني بتبقى ثمره الهدف مجهودنا يعني الفترات اللي تمام. طب حضرتك دلوقتي بتحافظوا عليها ازاي؟ هل عن طريق صيانه في مكان معين، ولا مثلا بترسلوها لمصانعها الام وتتحلكوا تاني؟ في بعض زملائنا اللي بيجدوا صعوبه في يعني استكمال عمليات التجديد بيسفروا العربيات بره سواء امريكا او لندن، بيجددوا العربيات وبترجع تاني، بتبقى تكلفتها طبعا مرتفعه شويه الحقيقه غير عمليه الشحن، والغالبيه العظمى لا بنجيب البارتس بتاعتنا بالخارج وبنوضب العربيات. طبعا مش كل الورش تستطيع انها تتعامل مع الحاجات الكلاسيك دي، لها يعني مواصفات قويه جدا. حضرتك شايف مثلا كاديلاك او التكار او الجيب عربيات فيها تفاصيل شديده جدا، فيها كميه نيكل كروم وفيها كميه ديكوريشن هاند اوت، التعامل معها لازم يبقى مع ناس يعني احترافيين بروفيشنالز وبحرص شديد، لانه يعني العربيات دي راس مالها في الملامح بتاعتها، اكيد انها تكون نفس الملامح الاصليه بتاعتها، ما فيش فيها اي يعني دامج او اي تغيير بالظبط كده، وبيبقى مشوارها طويل الحقيقه وبتاخد وقت. بتحرصوا على صيانه مستمره بصوره دوريه؟ لابد والا لو حصل دروب حاجه حالتها وقعت يعني منك لازم ترجع تبتدي الدوره البروسيس بتاع الريستوريشن او التجديد من الاول خالص، ولابد ان يكون لهم مكان مقفول عليهم، مكان دراي ما فيهوش رطوبه، ما تخزين له قواعد الحقيقه، سواء بالنسبه للجو من النواحي يعني الجويه اللي حوالين العربيات، عدم تعرضهم يعني للعوامل المناخيه الصعبه، الشمس بنتجنبها، وبعدين طبعا النواحي الميكانيكيه اللي لما بنيجي نخزن العربيه شويه في يعني قواعد واصول لعمليه التخزين بصراحه. انما احنا لقينا طبعا يعني عندنا حب هذه الهوايه. كل مره بسم الله ولا يحيى، بالاول يحيى لو سمحت نبدا بالاول.